جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أعلم أن من السنة أن يقول المسلم في آخر كل صلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. هل يجوز أن أقول أيضا بعد هذا الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ نعم، هذا مشروع ووارد أيضا، إن شاء الله. ويتخير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يتخير من الدعاء أعجبه إليه يدعو به، والدعاء قبل السلام فيه فضل عظيم وأرجى للإجابة. نعم.